الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دي جزء من صحيفة بتاعت الدار، وطبعا كما تعلمون الصحيفة دي متخصصة في أخبار الصوفية. يعني لو دار لك خبر بتاع صوفية بتلقاه في الدار. هنا جايب قال الدار، قال نسوان في الدار، والرجال سووا شنو؟ جايبين النسوان كمان. قال نسوان في الدار تقف على مقبرة أثرية عمرها 117 سنة. الدار قال تكشف سر زيارة القبور والأضرحة. سر شنو كمان؟ طيب هنا بقول قال عصر الجمعة. الصحيفة دي كلها بتتكلم عن مقابر حمد النيل يوم الجمعة، وعن زيارة الصوفية للمقابر، وبسوي شنو في المقابر تتكلم عنها الصحيفة دي. طيب قال ففي عصر كل جمعة تقصده كل الطرق ويشع بالذكر والقرآن. يعني المحل ده بيشع بالذكر بالقرآن الضريح بتاع حمد النيل. قال ويقصده الزائرون، ويقوم على سدانة هذا المقام عدد كبير من المقدمين في الطرق العركية القادرية، وكل له مهامه. وهذا إن دل إنما يدل على روح الترابط والحب الطاهر لهذا الشيخ الجليل الورع الذي شكل حضارة أقدم وضريح. قال فهناك مسجد من الناحية الجنوبية تؤدى فيه الصلوات الخمس، في المسجد في المقابر جوا جامع جوا المقابر، قال تؤدى فيه الصلوات الخمس بالإضافة إلى بعض الدروس في علوم الدين والتصوف والتبحر في العلم الإسلامي والفقهي. شوف الكلام ده عبارة عن لعب بالدين. أول حاجة أنا دارك معلومة أول شيء تفهمها، إنه زيارة المقابر دي في الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. السبب شنو يعني؟ أنت بتزورها ليه؟ قال فإنها تذكركم الآخرة. يعني أنت من الأول هدف من أهداف زيارة القبور تتذكر الآخرة. طيب خلي بالك معي، لما تمشي تخش مقابر حمد النيل زي ما في بقية الجريدة ومشاهد نحن شفناها عيانا، تخش مقابر حمد النيل في ناس بيبيعوا مدمس جوا كبكبيك، بيحولوا رصيد بنقو، ده بيذكرك الآخر هسه. بس أنا داري ده بذكرك شنو؟ لما انت تلقى لك واحد بتاع بنقو يبقى جاي بتاع بنقو فارش فهمت، وقلة أدب وخواجات قاعدين، ده كلام احنا كله شفناه بعيننا. يعني في خواجة لابس ريدة ده جاي لي هسه في شنو هني فهمت؟ تجمع بتاع نوبات ودلاليك وقالوا ذكر في المحل ده. أول حاجة الزيارة الشرعية للقبور، فهمت كلامي؟ بزور مقابر المسلمين، انت بتمشي لك لها قبر بتاع زول، ما في قبر زول بتمشي له كده من هنا انت مارك عشان تزور قبر فلان، ده في الشريعة ماف ده. إنما تزور مقابر المسلمين عشان انت تتعظ، تكسب عظة في نفسك وتتذكر الآخرة. ده غرض من أغراض الزيارة. الغرض الثاني، وده طبعا في مقابر حمد النيل ما في، نمرة اثنين، تدعو للموتى. النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام خرج من بيته بيت السيدة عائشة من حجرتها، خرج إلى البقيع مقابر في المدينة، فالسيدة عائشة انطلقت خلفه ماشي وهي وراه لحد ما وصل إلى البقيع. فبعد ذلك بقى يدعو لأهل القبور، بيدعو الله لهم. أسا الصوفية لما يمشوا القبور بيعملوا شنو؟ بيدعو الله لأهل القبور ولا بيدعو أهل القبور ذاتهم؟ ديل بيدعو الجماعة الميتين، يا فلان تلحقنا ويا فلان تفزعنا، فهمتك؟ وده ما بجوز، ده شرك بالله عز وجل. لكن انت لما تمشي بتدعو للموتى
كويس؟ أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. تدعو لهم الله لأنه هم الجوة ديل عملوا من قطع. قال عندك عمل صالح أنت، أنت الدعاء ده عمل صالح، أنت عندك عمل صالح ممكن تعمله، أما الميت عمل انقطع. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم أها انقطع عمله، ثاني ما عنده عمل. أنت اللي عندك فرصة للعمل الصالح تدعو له الله إنه ربنا يغفر له وربنا يرحمه. تجي كمان تسأل لي قال ويشع أنحاء الضريح كلها بالذكر ها والمريدين بتلملموا. أول حاجة خد بالك القبر ولو كان قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ما بتجي عند القبر عشان تدعو، يعني تجيب جنب القبر مش تدعو سيد القبر، ولا الله ما تدعو هنا. فهمتوا المعلومة دي؟ جنب القبر الله ما تدعو، تدعو الله بعيد. ليه؟ المسألة دي عندها فهم، لأنه أنت الليلة لو دعيت الله جنب القبر دي ذريعة لأنه أنت أو غيرك يدعو صاحب القبر. عشان كده جاء في عند الضياء المقدسي في كتاب اسمه الأحاديث المختارة أن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب ده جد الرسول صلى الله عليه وسلم، يوم من الأيام جالس قريب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي. الأعرابي ده الزول الساكن البادية، جاء طوالي في فرجة في فتحة جنب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل في الفرجة دي وبقى بيدعو. الأعرابي ده بيدعو في منو؟ ما بيدعو النبي صلى الله عليه وسلم، بيدعو الله، لكن دعاه وين؟ جنب القبر، لاعتقاد إنه الدعاء جنب القبر مستجاب. التابعي ده جاو علي بن الحسين بن علي، وده اسمه زين العابدين من خيار التابعين رضي الله عنه. جاو أول حاجة مسكوا زحام من المحل ده، قال فنهاه، قال تاني ما تعمل كده، دي نمرة واحد. اثنين قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي، أبوه منه؟ أبو الحسين، عن جدي جد علي بن أبي طالب عن رسول الله، ده جدهم كلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني ما تعتادوا قبري، تجو كده تجعلوا عيدا، العيد هو ما يعاد والناس بيعتادوا عليه، لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث كنتم. دار تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما إلا تمشي هناك، صلي عليه حيث ما كنت تبي تصلي عليه. وإن كان الزول لو مشى الحرم المدني قاصد البيت الحرام، الحرم المدني مشيت، بعد ذاك يستحب لك تزور النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه وتسلم على أبي بكر وتسلم على عمر وتمر طوالي، ما في وقفة هناك. انت عارف هناك الناس السعوديين ناس فاهمين، عندهم توحيد، عندهم عقيدة، وناس تربوا على التوحيد، يجوا مارين بيسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، على أبي بكر، على عمر، بيخشوا بباب السلام بيطلعوا طوالي هناك. الصوفية السودانيين بالذات فاضحيننا فضيحة. أول واحد تعرف الواحد أول ما يجي تلقى بيتلفت داير يجيب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يا زول النبي تسأله ما عنده لك حاجة، تتسأله شنو؟ واحد بيحكي لي من الصوفية زي صوفي ذاته، قال له انت عارف واحد من جماعتهم ديل قال قاعد هناك و داير يتمسح بالقبر ما لقى طريقة، لقى الشباك بتاع الحجرة ما ادي يده له، العسكري سعودي قال له يا اخي، لا يا اخي الكلام ده ما بجوز، هذا لا ينبغي، وهذا كده وتعلق بغير الله ما بجوز. قال له انا ده العسكري بيتكلم عن نفسه، قال له انا قاعد هنا في البلد دي 20 سنة، قال له ما عملت عمليتك دي؟ ذاك اتلفت عليه قال له انت قاعد هنا 20 سنة انت ذاتك برك، قال له يا يتبرك بيه، بقى بيتمسح بالزول خليك من ما دي فضايح دي.
يا ناس القبر ما يجوز تتمسح به، ما يجوز تعتقد فيه. اعتقد في المولى عز وجل، هو اللي بينفع وهو اللي بيضر، والقبور دي ما فيها حاجة. نلتقي إن شاء الله الحلقة القادمة ونتم التعليق على هذه الجريدة.